يا تبارك الله الطاجين تكافيت باقي لحقو طريقو. شحال الثمن ديالو؟ 70 درهم. نهاركم مبروك. ويا ويا راني فواحد البلاصه تبارك الله، تعرف واحد البلاصه واعره سميتها تكافايت، اقليم جراده، بصراحه مكان واعر خاص. يا نهار تبارك الله شحال زوين. هو موجدنا الطاجين، شاف الجلسه كي دايره تبارك الله. شاف يا تبارك الله الطاجين تكافايت باقي لحقو طريقو. شحال الثمن ديالو؟ 70 درهم. نشوفوا هذا 80 درهم. هذا اللحم ولا؟ واه تبارك الله، الله يبارك ما شاء الله. الله يبارك. كيف ياك؟ كيف قاعد نسوي. ويا كي درت لي ولا داك الشيء بان لي شهي. الله يحفظك. شي جلسه كي دايره، شوف تبارك الله. ويا سلام، شوف ما شاء الله. تغدى في وسط الماء. الله يبارك. انتما تشوف الحويجات زوينين كيتباعوا هنايا تكافايت. شوف تبارك الله، لا من ما قلبت كاين ما شاء الله. شوف النعايل، الله يبارك. ويا شوف الجلسه كي دايره تبارك الله هنا. شوف جلسه معتبره تبارك الله. شوف هادو مقاهي هنايا كاين في تكافايت تبارك الله، تاكل ومبرد ما شاء الله. شوف جلسه كي دايره داك الشيء ما شاء الله. الله يبارك. جلسه كي دايره، شوف تبارك الله. بصراحه احسن مكان تجي له هنايا مع العائله ديالك. واو شوف كاين بزاف ديال الناس اللي ما يعرفوش هاد البلاصه. خليم جراده كافيت تبارك الله. شوف واو شوف الحوت، الله يبارك. عندك راه حوت هذاك، بارك الله، صلي عليك يا رسول الله. شوف ويا شوف ويا شوف يا شوف الجلسه تبارك الله هنايا. شوف جلسه بالرد ديالها في وسط الماء ما شاء الله. تشوف لي هذه الطبيعه هذه، وتشوف لي هذا المنظر الجميل ما شاء الله. شوف يا سلام. طاجين تكافايت. يا الله يعطيك الخير، الله يحفظك. الطاجين هذا ب 70 درهم، الله يبارك. انت شوف اخويا، شوف الله يبارك. تحيه ديال الخوت الحباب فين ما كانوا، يلاه تغداو معايا، روحوا مرحبا بكم. بسم الله على بركه الله، غادي نتغداو ان شاء الله هنايا تكافايت اقليم جراده اللي ماشي بعيده بزاف على جراده، واحد تقريبا واحد 20 كيلومتر. واحة بصراحة واحة جميلة بزاف اللي تستحق الزيارة. محبين الطبيعة، محبين الاستكشاف، بصراحة هذوما دينا هاد الطاجين هذا ب 70 درهم. غادي باقي عاد سخون اخويا، غادي ندوق ونرد عليكم بسم الله، ولكن الله لا يشوط. جبانة زرودية اي باقي حامية والله العظيم. فوت الى طاجين على حفوطرك. شوف فلفل، بطاطا زرودية، فيه اللحم ما عرفناش بشحال، نشوفوا بشحال فيه ديال اللحم. بان لي واحد المورصو هنايا زين. ابا والله الا الطاجين راه عاد
هذا مخيم بالنسبه للناس اللي بغاو يسكنوا هنايا، ليله وحده 50 درهم. 50 درهم تبات هنايا في هذه البلاصه هذه اللي كتشوف فيها، يعني بلاصه ما شاء الله، البلاصه زوينه. انا ندخل نشوفوا هذه البلاصه هذه بحال دابا، هذه ب 50 درهم تبات فيها انت والعائله ديالك، واللي بغى سيمانه ولا راه كيتفاهم على شنو. نشوفوا من الجهه اللي مليح عاود. واو 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 واو، شوف اخوتي، شوف شوف شوف، تبارك الله، مصلي عليك يا رسول الله. شوف هاد البلاصه هذه يا اخوتي، شوف، يا سلام، ما شاء الله. تبارك الله، ويا 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 ويا. هذه هي واحد قفايت اقليم جرادة، والله العظيم اخوتي، لا الحلاوه الحلاوه الحلاوه، ما شاء الله، شوف شي حاجه اللي واعره كاع، يا سلام. اويا اويا اويا، شوف شوف شوف، تبارك الله، خوتي هذه غير شويه من بزاف، ارواح تشوفوا الشلال، ارواح الله ما نطيحوش هنايا، شوف شوف شوف، تبارك الله، مصلي عليك يا رسول الله، الله يا. ما شاء الله ما شاء الله، الله الله الله، والله العظيم اخوتي، لا احسن بلاصه تقدر تجي لها هنايا مع العائله ديالك، ولا تعرف هاد البلاصه هذه زوينه بزاف وتبقى عاقل عليها الى يوم. يا 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 يا، الله 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 الله، صل عليك يا رسول الله، اللهم صل عليك يا رسول الله. غادي نهبطوا لديك البلاصه لتحت باش تشوفوا عاود الدعوه كي دايره. منظر تبارك الله، شحال زوين، هاي هاي، بسم الله بسم الله على بركة الله. ضمادين هنا بالراد بالنعناع قفيت، يا بسم الله، ويا 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 ويا، الريح راح يصوت. إذا إن شاء الله غادي نشربوا لاتاي، لاتاي دائما كنخليوه هو التالي، نشربوا لاتاي ونعطيوها مدينة بركان مرورا بجرادة وجدة وكذلك الدخول إلى مدينة بركان إن شاء الله. نهاركم مبروك، غادي نشربها تا ونرد عليكم الخبر، نقول لكم واش لاتاي خدموه مزيان هنا ولا لا. بسم الله، لا لا خدموه مزيان، ولكن اخوتي ماشي بحال ديال فزوان، ديال فزوان مع الماء تبارك الله، يا سلام، داك الشيء ما شاء الله. لاتاي كيطلع بالماء ديال الحاسي ولا ديال العين، المهم كيطلع بالماء ديال السقايه تماش، هذاك الشعر 4011. تبارك الله عليكم اخوتي، نهاركم مبروك. نخرجوا للطبيعة ونشوفوا الجو، شوف شوف، هذوك راهم بيوت كيتكراو، لهي هذوك بيوت عاود. بالنسبة للكرية هنايا ماشي غالية بزاف، بالنسبة إلا كان شي واحد بعيد جاي من ناظور ولا وكاع الناس بركانة وجدة يقدر يمشيو ويجيو،
ولكن كاين بعض المرات كتكون عطله ولا شي حاجه يقدر يجلس الانسان هنايا واحد اليومين ولا ثلاث ايام، زعما تستحق الزياره هذه البلاصه والله العظيم. محبين الطبيعه ومحبين الاستكشاف مع هذا الواد وهذا الماء هذا. شفت واقيلا هذا الواد كاين واحد الشله لهيه، كاين الدراري كيلعبوا لهيه، الماء كيعوموا لهيه. بصراحه يعني واحد البلاصه اللي زوينه بزاف. هادشي علاش كنقول لكم بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وكذلك اشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. علاش؟ حيت كاين بزاف ديال الناس كيبغيو يمشيو لشي بلاصه وما كيعرفوش فين غادي يمشيو بالضبط. انا كاين ولاد بركان ما يعرفوش هاد البلاصه، كاين ولاد الناظور ما يعرفوش هاد البلاصه، كاين الناس وجده ما يعرفوش هاد البلاصه، حيت كاين الناس اللي حسن العوان يعني خدامه وعندها لك ستراكس ديال الخدمه وديال الاخر، ما عندهمش ما يعرفوش، فهمت؟ هادشي علاش كنقول لكم يعني بارطاجيو الاصدقاء ديالكم باش الناس يكتشفوا هذه المنطقه هذه، وكذلك المناطق الاخرى اللي كنديروا عليها لي فيديو. هذا بالنسبه لتكافيت، راه ماشي بعيده بزاف على جراده، يعني الا جينا حنايا من وجده حتى 60 كيلومتر، عندنا 60 كيلومتر 80 كيلومتر تكون في تكافيت. ماشي شي حاجه اللي 80 كيلومتر عند الانسان عنده السياره ديالو، كاين طاكسي عاود الناس اللي ما عندهاش السياره تجيب طاكسي. كاين هنا محلات، كاين قهاوي، كاين ريستورا، يعني كاين ما يدار تبارك الله. بلاصه شوف الهواء تبارك الله كي داير هنايا، واحد البلاصه اللي ما شاء الله. كاين هذوك المحلات هما كيتكراو ب 50 درهم الليله، يعني ما شاء الله كتجي هنا كتقضي واحد اليوم ديالك اللي زوين بزاف. بصراحه انا ما كرهتش كان عندي السياره ديالي نجيب الوليدات ديالي هنايا، دابا عندي غير موتور ما غاديش تشور كيفاش ندير العائله. بصراحة أنا كون عندي السيارة نجيب العائلة ديالي هنا، نخلي الوليدات يلعبوا في هذا الماء هذا وهذا ال... يعني خلينا بالبحر، البحر هذاك عنده النكهة ديالو خاصة البحر، لكن الإنسان كيبغي يغير شوية، مرة البحر مرة الواد مرة مرة في زوان مرة تافوغالت مرة كل مرة وكيفاش. بصراحة بلاصة زوينة والله، اللي راه في الصيف هنايا تبارك الله، راه الصيف راه ما تلقاش بلاصتك كاع والله العظيم، لا بالنسبة للمأكولات ولا بالنسبة هنايا البلاصه هذه فين كيعوموا هاد الواد تبارك الله. زعما هاد الواد هذا ما شاء الله، يعني راه كيجري صيف ومشتى دائما دائما هكذا، دائما 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 تبارك الله. صل عليك رسول الله. شوف شوف الله يبارك. هادو كيكونوا عامرين في الصيف، فيهم مأكولات سندويتشات سفنج، كتكون الدعوة عامرة تبارك الله. هنا كاين الجامع نصليو، اللي بغا يتوضا اللي بغا يصلي. فيها السكان هذا قفات، فيها السكان، فيها المسجد، جامع، حوانت بالكبيرة تبارك الله. يا سلام الله الله. يلا اخوتي بارطاج بارطاج واشتراك في القناة. واو 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 ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. اي 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 احنا خارجين دابا من تكافيت، الواحة الجميلة، الواحة الرائعة، اللهم بارك. عيبالي الهندية مشات، هي الأيام ديال الهندية. يا وليدي أما كان غير الهندية وفوت، شفنا تا تربية النحل، شفنا الزيتون، منطقة تبارك الله معروفة تبارك الله بالخضروات والفواكه ديالها، الزيتون، كرموس، تا الكرموس فيها تبارك الله. واو 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 واو
يلا اخواتي نهاركم مبروك، السلام عليكم.